طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. اهلا بيك. الشتاء في التشطيب ولا ده ممكن يبقى انطباع زائف عند البعض؟ في التشطيب. التشطيب اللي هو في الاواخر. دي جمله باختراع اكيد. ده مصطلح جوي معروف. اتفضل يا دكتور. أيوة محمود. مصطلح جوي. انا قلت افوتها كده يا مش تاخد بالها. التشطيب. اتفضل يا فندم. كده خلاص، دي مظاهر ان الشتاء يعني ايه على وشك بقى الرحيل، ولا برضو احنا لسه ما زلنا معرضين لاجواء شتويه الفتره اللي جايه؟ لا لسه طبعا معرضين حالات عدم استقرار. الشتاء فاضل له شهر تقريبا على نهايته. بينتهي في مارس، فلسه طبعا التقلبات الجويه وارده. يعني كتير احيانا بنشوف ارتفاعات في درجات حراره ونشاط رياح وعتربه زي ما احنا شايفين امبارح والنهارده. لكن طبعا احنا اتصابت حاله من عدم استقرار زي ما نويت، هيئه الارصاد الجويه نشاط رياح وعتربه يتبعها شويه امطار. الامطار هتكون متفاوته، طبعا الحاله مستمره معانا النهارده ومعانا ايضا خميس وجمعه. الامطار هتكون متفاوته هتبقى على السواحل الشماليه والوجه البحري، بتمتد خفيفه من القاهره وشمال الصعيد ومدن القناه، ولكن طبعا هيكون صاحب فيها انخفاض درجات الحراره بكره زي هو من امبارح بالليل. يا دكتور محمود طبعا احنا متفقين على ان وسائل التواصل الاجتماعي ما هياش مرجعيه نستند اليها او ناخد منها معلومه حول حاله الطقس، بس كان في كلام كتير على ان النهارده تحديدا هيبقى في عواصف رمليه وحاجات زي كده. هو حضرتك احنا هيئه الارصاد قلنا في نشاط رياح كتير للجمال والاتربه مساء اليوم، يعني مساء اليوم النهارده بعد 1200 او بعد الظهر يبدا طبعا نشاط الرياح على بعض المناطق، واحنا شفنا الصبح انخفاض الرؤيه والاتربه والجو مسكين شويه شفناه امبارح والنهارده الصبح. لغايه دلوقتي طبعا الرؤيه على القاهره وصل 2000 متر، يعني رؤيه منخفضه. مع تقدم ساعات النهار هتنشط الرياح. نشاط الرياح ده هيحول الاتربه العالقه دي الى رمال مثاره، خاصه على الطرق الصحراويه والمدن الجديده والمناطق المكثفه، فهنلاقي فعلا اثاره للرمال والاتربه نتيجه نشاط الرياح. فترات الليل متوقع ان فرص الامطار اللي هتبقى موجوده على السواحل الشماليه الغربيه تمتد خفيفه الى مناطق من القاهره الكبرى. وتبقى فرص الامطار تكمل معانا بقى ان شاء الله بكره وبعده. ومع انخفاض درجه الحراره اللي هيكون عن النهارده بحوالي 4-5 درجات. يعني لو قلنا النهارده 23 او 24 درجه الوجه الساحل والقاهره، فبكره متوقع 19-18 في هذه الحدود. طب يعني نقدر نفهم دكتور محمود ان النهارده يعني على الظهر كده هيبدا الجو يعني في السوق خلينا نقول كده وعدم الاستقرار يعني لغايه يوم الجمعه؟ بعد الظهر كده تبدا الاجواء يبقى في نشاط رياح وعتربه وتبقى في تقلبات جويه، الناس هتبقى امطار في اماكن واماكن لا. هنشوف درجه حراره صغرى النهارده منخفضه عن اليومين الثلاثه اللي فاتوا، تحس ببروده شويه او شده بروده شويه فترات الليل اكثر من ال 48 ساعه اللي فاتوا. ماشي. بداية للجبهة الباردة اللي بدأت تتأثر بيها القاهرة. طب هو ليه كده؟ ليه الويكند هو اللي وحش والأسبوع؟ طبعا ما فيش إجابة. طيب مش حاجة مش بإيدينا صحيح. صحيح ولا إيه؟ بس إيه السبب يعني؟ الويكند اللي فات سؤال تعجيزي. الويكند اللي فات كان كده والويكند ده كده، يعني تيجي الأسبوع حلو وعلى الويكند بوظ الدنيا. معلش يعني مش بايدينا. ايوه في حاجات مش بايدينا. ماشي يا دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، شفت امبارح ازاي برضو ماتش الاهلي والمقاصه؟ ما شاء الله. طبعا الاهلي يعني فايق بشكل كويس في صف اول وثاني وثالث كمان. الاهلي ما شاء الله باذن الله يعني مع التركيز اكثر المباريات القادمه ان شاء الله الفروض افريقيا تكون معانا برضه ان شاء الله، نامل ذلك. لكل حال نشكرك، شكرا ليك يا دكتور محمود. كروي جدا دكتور محمود، تابع لكل ماتشات النادي الاهلي. جميل، شخصيه جميل.